لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. من كام يوم دار حوار ما بيني وما بين واحد من المتابعين ليا على احدى صفحات التواصل الاجتماعي ان انا ممكن نزل تطبيق الواتساب على الكمبيوتر. هو طبعا ما صدقنيش في البداية وقال لي لا ده كلام مش مظبوط وكلام مش صحيح، فانا حبيت اثبت لكم بالدليل ان الكلام ده ممكن وممكن نعمله بكل السهولة على جهاز الكمبيوتر. فانا حبيت ان انا اشارككم هذا الموضوع واعرفكم ازاي تخلي الواتساب موجود على جهاز الكمبيوتر بتاعك. زي ما حضرتك شايف التطبيق موجود عندي اهو، هفتحه لحضرتك دلوقتي وهوريه لك ان هو شغال على جهاز اللابتوب بتاعي، وانت هتعمل الحاجة دي ازاي عشان تخلي التطبيق زي ما موجود على جهاز التليفون موجود معاك على جهاز الكمبيوتر. ومنتهى السهولة واليسر ممكن تنقل الأشياء اللي بتنزل لك على التليفون على جهاز الكمبيوتر بتاعك. زي ما حضرتك شايف كده البرنامج فتح معايا اهو على جهاز اللابتوب بتاعي، وكل الرسائل اللي مبعوتها لي من التليفون أصبحت موجودة على جهاز الكمبيوتر. طيب هنعمل مع بعض ده ازاي؟ تابع معايا الفيديو للنهاية لو حابب تتعرف على الطريقة. هنعمل ده مع بعض ازاي؟ اول حاجة حضرتك هتفتحها هتفتح اللي هو التطبيقات بتاع شركة مايكروسوفت، هتلاقيها موجودة عندك تحت خالص في شريط المهام، هي اللي هي شكل الشنطة دي البيضة وفيها اللي هي المربعات، هتضغط عليها وتفتحها. هيفتح معاك المتجر بتاع مايكروسوفت، هتيجي عند اللي هي السيرش وتكتب كلمة واتساب، تمام؟ بمجرد ما كتبت الحروف الاولانية منه هيظهر معايا التطبيق. طيب عايز اقول لحضرتك ان انت الاول قبل ما تدخل على التطبيق عشان تحمله لازم تعمل تسجيل دخول في حسابك بتاع شركة مايكروسوفت، يعني لازم يبقى ليك حساب عشان المتجر بتاع ده المتجر بتاعها يفتح معاك. لو حضرتك ملاحظ انا مسجل دخول باسم الحساب بتاعي، يبقى حضرتك الاول هتسجل دخول على المتجر وبعد كده هوت المتجر ده هيفتح معاك في كل التطبيقات اللي انت عايز تحملها على جهاز اللابتوب بتاعك او على جهاز الكمبيوتر. طيب انا سجلت دخول خلاص وعملت بحث على اللي هو التطبيق زي ما حضرتك شفت كده، واتساب ديسكتوب، يعني ده مخصص نسخة مخصصة لجهاز الكمبيوتر. طب انا هعمل فيه ايه؟ شايف حضرتك اللي هي كلمة تثبيت، هضغط على كلمة ايه؟ تثبيت، وهيبدأ يعمل معايا عملية داونلود. هو طبعا بيتأكد الأول من بيانات حسابك وبعد كده هيبدأ عملية الداونلود. لو حضرتك شفت هتلاقي مؤشر الداونلود بدأ في اللي هو التحميل. عملية الداونلود طبعا هتستمر معاك حسب سرعة الإنترنت اللي موجود عندك على جهاز الكمبيوتر بتاعك. لو حضرتك متابع هتلاقي الشريط بتاع الداونلود بيتقدم بسرعة، تمام؟ هننتظر لحظات بسيطة لحد ما البرنامج يفتح ونحمله بالكامل على جهاز الكمبيوتر، وهوري لحضرتك ازاي تربط الواتساب الموجود على الكمبيوتر بتاعك بالواتساب الموجود على التليفون، بحيث ان كل الرسائل اللي بتجيلك على التليفون تبقى موجوده عندك على الهاتف وممكن تنقلها بمنتهى البساطه واليسر. تابع معايا الفيديو للنهايه، يا ريت الناس اللي بتجري الفيديو حضرتك طالما فتحت الفيديو شوفه للنهايه عشان تتعلم وتستفيد، بدل ما بعد كده تيجي تقول الطريقه ما ظبطتش معايا. طيب زي ما حضرتك شايف التطبيق كده تم تثبيته، ظهرت لي رساله تحت اهي بيقول لي واتساب ديسكتوب تم التثبيت تحقق من ذلك، هضغط على تشغيل، تمام؟ وهنتظر لحظات لحد ما البرنامج يبدا يفتح معايا. لو لاحظت كده حضرتك طبعا خلاص المتجر انا مش عايزه هقفله. لو حضرتك لاحظت هتلاقي التطبيق فتح معايا على جهاز الكمبيوتر بالصوره ديت، بيقول لي لاستخدام واتساب على الكمبيوتر بيقول لي افتح واتساب على الهاتف، واضغط على القائمه اللي هي القائمه اللي موجوده عندك على الهاتف اللي هي الثلاث نقط دول او الاعدادات، واختر واتساب ويب، وبعد كده استخدم الهاتف بتاعك لمسح الرمز اللي هو ظاهر قدامي دوت اللي هو الشكل ده الباركود ده، همسحه عن طريق جهاز التليفون بتاعي. تابع معايا للفيديو للنهايه وهوري لحضرتك ازاي هنشغل التطبيق على جهاز الكمبيوتر. اللي انا هعمله دلوقتي مع حضرتك ان انا هفتح التطبيق بتاع الواتساب بتاعي على التليفون. هفتح التطبيق، حضرتك هتلاقي في عندك ثلاث نقط فوق، هتضغط على الخيار الثالث اللي هو واتساب ويب،
تمام، هيقول لك اربط جهاز بجهاز، بيقول لك حط البصمه بتاعتك على التليفون وتبدا تمسح الرمز اللي ظهر ليك على اللي هو الكمبيوتر. تمام، بعد لحظات بسيطه هتلاقي الواتساب عندك على جهاز الكمبيوتر اشتغل واصبح الاتنين مربوطين ببعض. تمام كده، في الفيديو ده انا اكدت لحضرتك ان انا ممكن اربط جهاز التليفون والواتساب الموجود على جهاز التليفون بجهاز الكمبيوتر بتاعك، وكده انا اثبت لك بالدليل ان انت ممكن تضع واتساب التطبيق الموجود على تليفون الاندرويد على الكمبيوتر بتاعك، واصبح الاثنين مربوطين ببعض، وممكن تتنقل ما بين الاثنين وتنقل كل الملفات اللي بتوصلك على الواتساب. في معلومه بسيطه بس حابب ان انا اكدها، ان انت ساعه ما تكون بتعمل ده لازم جهاز التليفون بتاعك يكون على اتصال بالانترنت، وفي نفس الوقت برضو جهاز الكمبيوتر بتاعك يكون متصل بالانترنت. طبعا زي ما حضرتك شفت كده، الفيديو بتاعنا النهارده كان مفيد. ما تنسناش طبعا اللايك والشير والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.